هل يجوز الإيثار في الطاعة؟ هناك أبواب من أبواب التأدب تثاب على أدبك فيها إن شاء الله، كمثلا تكون أتيت مبكرا للصلاة ودخلت في الصف الأول، وجاء رجل كبير أو على علم وفضل فتنازلت عن حقك له، وأنت تعلم أجر الصف الأول. وهناك حديث لأبي بن كعب أنه لما جاء وقد أخذ الناس صفوفهم ودخلوا في الصلاة، فجذب شابا ووقف مكانه، فالتفت الشاب إليه مغضبا بعد الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي لا ي... عفوا فقال أبي بن كعب: يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة. فإذا فعلت ذلك رغبة في الأجر والثواب فلك الفضل إن شاء الله.